للأستاذ نعمان. أستاذ حامد مساء الخير، كل سنة وأنت طيب. مساء الفل، وكل سنة وأنت وأيقونة عشق الأهل المتحركة المهندس عدل القيعي بألف خير. الحقيقة أنا عيد ميلادي يوم 14 أبريل. أبريل عيد ميلادي كابتن عبد المجيد نعمان كان 18 أبريل. أيوة. وعيد ميلاد إبراهيم المنيسي 24 أبريل 25. ويبدو أنه وجودنا في برج الحمل شهر الإعلام لا هو جعل البرج الحمل ده له صفات. على فكرة أنا حمل، أنا 25 مارس بس أنا طيب يتواكب هذا مع كابتن نعمان لأن احنا في رحاب الكابتن نعمان. نعم صحيح، احنا بس قبل ما نكون في رحاب الكابتن نعمان عليه رحمة الله أستاذ الأخلاق الرياضية بصورة عملية غير مسبوقة. أنا تعاملت مع عدد كبير جدا جدا من كبار الصحفيين في تاريخ مصر، اعتبارا من مصطفى بي أمين وموسى صبري وغيرهم كثيرون في مؤسسة أخبار اليوم. لكن الـ الأخلاق عمليا كان يقدم الدرس فيها الكابتن عبد المجيد نعمان، الذي أشرف بأنني كنت على مدى سنوات طويلة تلميذا له، وكان يدهشني خصوصا في الأخلاق الرياضية. ولا أنسى ذات يوم أنه أنا ذهبت إليه ومعي منشد يعني كسر الدنيا لمجلة الأهلي، كان بعد مباراة للأهلي والزمالك، لأنه أنا حصلت على صورة الصفحة الأولى التي لم تطبع من مجلة الزمالك، وهم متوقعين وكاتبين خلاص يعني جاهزين للطباعة إن هم كسبوا النادي الأهلي. فعندما عرضت عليه فكرة المنشد ده، لأنه هننزل المنشد بتاعهم في صفحتنا الأولى الذي كان من المفروض، لأن احنا كسبنا ساعتها بطولة كأس مصر بالهدف اللي جابه أيمن شوقي من تسديدة طاهر أبو زيد. فنظر إلي وقال مقولته الشهيرة تعيش بس الخطأ اللي هم ارتكبوه ده لم يره أحد غيرك، لأنك موجود في نفس مكان تجهيز الطباعة تمام اللي هم بيجهزوا فيه، وطالما لم يطبع فنحن الأهلي لا نفعل شيئا مثل هذا. الكابتن اعتبر ان ده نوع من السرقة. طبعا لا، انه هذا مش من حقك، لم يتح لأحد غيري. وهو لم يطبع. قال لو كان طبع ومعنا مطبوع كان ممكن نتكلم، لكن الحقيقة كان درسا من الدروس المهمة جدا. الكابتن كان عنده قدر يا حامد من يا أستاذ حامد يعني أستاذنا من الفصل الدقيق جدا، أولا بين المهنة والانتماء، ثانيا بين الصح والغلط. من وجهة نظره كان شديد السيطرة على العنصرين دول. أنا أتفق مع الأستاذ الغالي إبراهيم المنيسي فيما قاله، أنه لم يكن هناك من يفوق الأهلي حبا مثلما كان الأستاذ عبد المجيد نعمان. وأنا لا أنسى له أيضا وقتما كان في أزمة صحية شديدة، وأنا كنت أراه تقريبا يوميا حتى أطمئن عليه أولا وأطمئنه على الأهلي وعلى مجلة الأهلي. وفي كان جاء الوقت هو موجود داخل المستشفى وفي انتخابات لمجلس إدارة النادي الأهلي، ففوجئت بعبد المجيد نعمان ياخد إذن من المستشفى المعادي للقوات المسلحة وقول لهم لازم أحضر الانتخابات لأن ده دوري، وجلس حوالي 8 ساعات وأنا أرقبه بكثير من الخوف عليه وبكثير من التقدير له. كان عبد المجيد نعمان نموذج عالي جدا جدا في كل ما يتعلق بالقيم والأخلاق
وهو ما علمني إياه. فرغم أنني أهلاوي وأنا عمري 8 سنوات، لكن أنا أعتقد أن السنوات اللي أنا عشتها قريبا من الكابتن عبد المجيد نعمان، أو حتى عندما كنت مسافرا خارج مصر في منحة صحفية، كنا على دوما على اتصال عشان نتكلم بخصوص الأهلي وبتكلم بخصوص مستقبل الأهلي. فالقصص بتاعت عبد المجيد نعمان كبيرة، لكن أنا ما اليوم بوجه لكما تحية شديدة الخصوصية على حلقة تاريخية ستظل دوما تعلق بأذهان الأهلوية وهم يسمعون ما قصصتم من قصص يشرف بها كل أهلاوي ويفخر بها ويزهو كل أهلاوي، فهي حلقة للتاريخ وأدمكما الله للأهلي. عايز أفكرك بمناسبة علاقة الكابتن نعمان الله يرحمه بالنادي الأهلي، لأنه الحقيقة آخر مرة اجتمعت أنا وإنت وهو كان في جنينة النادي الأهلي تقريبا في أوائل إبريل، يعني هو انتقل على إلى رحمة الله في مايو. أنا أذكر يا باشمهندس عزمنا على الغداء لو تذكر، وكان معانا علي بيحة سنين الله يرحمه سكرتير عام أخبار اليوم. بعد الغداء قعدنا في الجنينة، كابتن نعمان سكت شوية وقال لك على فكرة دي أغلى حتة في مصر. أنا أتذكر، بس هو ما قالش أغلى، هو قال أطهر مكان في تمام. القاهرة. وبعدها قال لك إيه؟ لأنه في هذا المكان أبدا لم يشهد خروجا عن الأخلاق، أو لم يشهد أي ناس بتتآمر، بل كله بيتعامل ويحكي ويتكلم عن صالح الأهلي ومصلحة الأهلي ومصلحة مصر. فقد كان عبد المجيد نعمان، وهذا جزء غير معروف عن حياته، واحد من الذين ساهموا بشكل عملي وفعال في نجاح ثورة 23 يونيو. انت عارف بالمناسبة دي، بعد وفاته الكبير الراحل محمد حمروش، وحمروش واحد من ضباط الأحرار، أحمد حمروش كتب في روزا اليوسف مقالة كان عنوانها بعد وفاة الكابتن نعمان: عبد المجيد نعمان الذي لم يعرفه أحد. وقال يا جماعة أنتوا عارفين عبد المجيد نعمان، الناقد الرياضي الكبير اللي أسس الرياضة في دار التحرير وجريدة المساء، ثم انتقل إلى أخبار اليوم رئيسا لتحرير الرياضة والشباب في أخبار اليوم، وده كان مسمى جديد مصطفى وعلي أمين جابوه ليه، أنه يبقى رئيس تحرير مش رئيس قسم. فقالوا عارفين الحكم الدولي، وعارفين رئيس لجنة الحكام، وعارفين لاعب النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن ما تعرفوش عبد المجيد نعمان أحد أعضاء الضباط الأحرار اللي بلغ بيه وده كان سر خطير، بلغ بيه درجة الإيمان بقضية الوطن ومطالب الضباط الأحرار، إنه شال المنشورات بتاعة التنظيم على طائرة السرب الملكي بتاع الملك عشان يوديها لمطار أنشاص أو ألمازة. نعم. أنا فقال ده يا جماعة ده حد شال عمره على كفه. هو الحقيقة أنا تفاصيل هذا الدور وغيره حاجات كتيرة جدا حكاها لي الكابتن عبد المجيد نعمان. اللي اليوم بتاع آخر اجتماع على الغداء اللي كان بيني وبينك وبينه معانا، بس ما كانش فيه علي حسنين الله يرحمه، 2002 تركتنا انت، وهو قال لي ولم يكن يعلم اني يعني في المفروض بعد ما هسيبه على طول هطلع على المطار، لاني كنت في 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 يعني في اجازه قصيره. فقال لي تعالى نمشي سوا، وعندما مشينا سوا قال لي الحته اللي احنا ندخل فيها على ملعب مختار التتش دي شهدت أول مباراة ليا هلعبها على حساب مصطفى كامل منصور جناح الأهلي الكبير. وعشان تعرف الأهلي، أنا كنت جاي وأنا مرعوب عندما سار مصطفى كامل منصور اسمي موجود على الليستة بتاعت الفرقة، ففوجئت بيه يستقبلني
قبل باب غرفة اللبس بيجي 100 متر ويحضني ويقول لي انت هتعمل ماتش كبير جدا. وكانت دي هي الاهلي، دي هي اخلاق الاهلي. وهكذا كان عبد المجيد نعمان الذي حتى اللحظة لا يعرف احد قدر محبته وعشقه والدور العظيم اللي هو درسه للكثير من الصحفيين الرياضيين في كيف تكون نظيفة اليد واللسان. ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة، وألف شكر لك يا أستاذ حامد. الله يخليك، وأسعدتنا. أنا من عندي بهني كل جماهير الأهلي التي تشرف جميعها بالانتماء للنادي الأهلي، لأنها تعرف أن الأهلي هو أساس الوطنية، هو أساس الوطنية في مصر. شكرا ليك على مداخلتك الجميلة الثرية أستاذ إبراهيم.